Recording in progress. ايفولوشن يا جماعه، نركز مع بعض بقى عشان نغير فكرتنا العاديه ان ايه، ان في كائن بيتطور. احنا عندنا كلمه ايفولوشن، ده ديسكريبشن فور. اهم حاجه بقى تركزوا في الكلمه دي، مفيش كائن او انديفيديوال يعني بيتطور. لو انسان طلع له جناحات فالهيومن did not evolve. انا هتكلم ان الايفولوشن هيحصل لما يبقى عندي جروب اوف انديفيديوالز، ده اسمه population living in some place، كان عندهم كاركترستيك ايه بي. This population over time حصل له change في الجينيتيك كود بتاعه، جينز change. جينز بتاعت مين؟ population. فالpopulation ده وليكن لو حصل فيه ان الpopulation بقى only جين A بس هو اللي موجود وبيختفى، يبقى الpopulation alleles differ originally from the second case. او ممكن الpopulation ده بقى فيه A و B و C. New trait appeared. Other trait was or became missing. In this case, this is called evolution. Then, population برضو case معينة. كان عندي black lizards. سبعين في المية من الـ population، بس عندي كمان blue lizards كانت نسبتهم 30% من الـ population. This population had allele frequency. يعني أنا هاجي أقول لك هنا the black allele، لا allele نسبة الـ black color في الـ population كانت 70%، نسبة الـ إيه؟ الـ blue. عايز اكتب لفظ الليف فريكونسي عشان بيجي في الامتحان. وعندك البلو الليف فريكونسي ثيرتي بيرسنت. What happens when the population changes؟ والله الانفايرمنت البلو ده حصل عنده ميوتيشن وكل البلو بقوا faster than the black so they can hide more than the black. فالpopulation اتغير بقى ايه؟ بقى وليكن 20% black و 80% blue. What happened? Now this is called an evolution. So a change in the allele frequency in a population over generation. اوفر تايم هو ده معنى كلمة ديبريشن. طب يا مستر، ما هم بيقولوا الإنسان كان أصله إيه؟ ماشي، ما خليني أقول إن الإنسان ده كان فيه منه شكل واثنين وثلاثة سمات. والله كل الأشكال دي ماتت أو كانوا على شكل قرود، يعني كل القرود القديمة ماتت وبقى عندك هنا إيه؟ حاجة جديدة. يعني مثلا إيه؟ كان عندي قرود على شكل A و B، اتطورت بقى A وB وC. ايه ده؟ ده C ده شكل الإنسان القديم اللي هو أذكى واحد فيهم، فسي بدأ يكمل ويعيش. يعني أنا ممكن أكمل لك الإنسان دي إزاي كده مثلا على حسب كلامه، طبعا أنا مش مولد، فهنا only C survived فبقى ده إنسان، مع إن الإنسان كان أصله A وB في الأول اللي هما كانوا قردين أشكال مختلفة، تمام؟ او A و B راحوا عاشوا لوحدهم، هم دول اللي فضلوا قرود، و
وسي ده بقى كمل طريقه بقى دي، وايه والصفه الاخيره دي اللي هي ايه بقى الانسان evolving changing over time new alleles appear old alleles disappear. تمام، ادي بس. طيب السؤال بيجي في الامتحان على يعني ايه اصلا. تمام، what is the scientific meaning of، دي اسئله الامتحان يا جماعه يلا. What is the scientific meaning of biological evolution؟ حد يجاوب؟ raise hand. بي تبقى بي طب جاوب على طول. تمام، the development of an organism during its lifetime. والله كاتب لك الإجابة المقنعة عقليا فكرتك القديمة قبل الدراسة. لكائن بيديفلوب تطور، الله هو ده الايفولوشن. لا، الايفولوشن بيولوجيكال بقى اللي احنا تعريفنا في التعليم اللي احنا بنقوله ده تشينج ان انهيرتد تريتس اوفر سكسيسيف جنريشنز ان ا بوبيوليشن اوف سبيشيز. عندي مجموعه من نفس السبيشيز، مجموعه من الانديفيدوالز، حصل تشينج في التريتس بتاعتهم، والتشينج ده كان بي باست فروم جنريشن تو نيكست جنريشن تو نيكست جنريشن. تمام، برضو Which of the following is the best definition of biological evolution؟ شفت بيركز في سؤال يعني ايه اصلا evolution؟ هو انت استفدت بالتعليم اللي انت اتعلمته في الشابتر ده؟ ها؟ Be careful يعني، عبد الملك. سي يا مستر صح change in of inherited A change in the proportions of inherited أي نسبة التريتس within a population over generations اتغير. اه جت قليل ايه، قليل بي، قليل سي، والله قليل بي زاد وقليل سي قل وقليل دي. طب ما تمشيش اي حاجة تانية، تقتنع كده بيها. The spontaneous of life from non-living matter after the formation of earth، ظهور الحياة من حاجات non living، مش ده اللي انا قلته يعني ايه. The series of developmental changes كائن بي develop throughout the course of lifetime. يعني مثلا معنى الجمله دي اللايف سايكل بتاعت الماث او الباتر فلاي اللي هي ايه، بتطلع لارفا واللارفا بتبقى بيوبا والبيوبا بتبقى ادر، وهو ده الديفلوبمنت during the course of lifetime. لا ده مش تطور، مش ده عادي لايف سايكل. ما الانسان بيتولد لونه كده وبيتطور ويبقى صوته فيه زي كده. لا، this is not biological evolution. random chance blend the characteristics of an organism inherited traits from the parents following fertilization. ايه الكلام الفاضي ده؟ فهمنا؟ ف the first thing today the definition of biological evolution is a change in the allele frequency in a population. ما ننساش if an individual evolved، لو في كائن اتطور من مفهومك الشخصي this is not biological evolution. I'm speaking about the traits of a population. ليه؟ هو دايما يتكلم ان في صفات اتغيرت في population، عشان لو في كائن واحد اتطور وانا ضربته بشوت جارد خلاص التطور اللي انت كنت بتتكلم عنه كله راح. تمام؟ طيب how life began based on بقى الكلام ده، عشان النقطة دي بيجي عليها سؤال. ممكن أنا أسمي الجزئية دي مثلا the history of life. بصوا انا كنت دايما برسمها جراف كده، كل ستيج بتروح للي بعدها، بس عايز ابين لكم فكره الكلادوجرام مثلا. فهعمل لك ايه؟ غيرتني، هقول لك ان دي نقطه البدايه وهرسم منها تايم لاين. تايم لاين ايه اللي حصل؟ نقطه البدايه كيف بدا الخلق؟ طبعا ما بيقولوش بقى ان في خلق، بس هاو ديد لايف بيجان؟ بيقول لك ان في جاز اسمه الميثان، جاز CH4 ميثان،
H2O ميه NH3 امونيا. Striped by light. تمام لايت. براء انت معايا؟ يعني if you معاكم please بس. ما تنامش بقى النهارده لا 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 تصور. حبيبي. طيب فده بيسموه spontaneous generation. ده حقيقي والله. بيقول لك ان الحياه بدأت بإن الكهرباء ضربت شوية غازات خلقت أمينو أسيدز، والأمينو أسيدز دي عملت شوية رياكشنز بالصدفة فكونت لي البروكاريوت زي البكتيريا. تمام؟ في شوية بكتيريا كملوا في الحياة عشان يتعرضوا لظروف معينة، وفي بكتيريا فضلت زي ما هي. فدي البكتيريا اللي موجودة معانا النهاردة بالتغيرات اللي بتحصل لها. في مجموعة من البكتيريا فضلت تكمل بالشكل ده. بيقول لك مثلا ان كان عندك بكتيريا سيل صغيرة كده وبكتيريا سيل صغيرة كده وبكتيريا سيل كبيرة كده مثلا، والبكتيريا سيلز دي دخلت جواها ودي دخلت جوه الكبيرة دي، فظهر لك الحياة بقى بدأت تتشينج اوفر تايم. بدأ يظهر سوري لارج سيل ويز اورجانيلز انسايد، سيل كبيره جواه ميتوكوندريا وجواه كلوروبلاست. طب ما انا اقدر اقول ان في مجموعه من البكتيريا فضلت موجوده بالشكل ده، بكتيريا سيل كده كده وكده تمام، وفي مجموعه من البكتيريا group of bacteria يعني population continued in a different way moved with water current، اتحركت مع ميه ولا حاجه راحت لمكان وخلقوا الموضوع ده اللي بيحصل هنا ده اللي سميناه اندو سيمبايوسيس. مش ده اللي هو كان في شابتر 2 كان بيقول لك شابتر 2 مظبوط. اللي كان كان بيقول لك عندنا في شابتر 2 بيقولوا theory of endosymbiosis ان smaller prokaryotes took permanent residence inside larger prokaryotes. ال eukaryotes ظهرت السيلز الانيمال سيل والبلانت سيل والفنجاي والحاجات دي containing organelles زي الميتوكوندريا والكلوروبلاست evolved when free living prokaryotes took up permanent residence inside other larger prokaryotes. كانت فدي من وجهة نظرهم كيف بدأت الحياة بقى. طب هم مصدقين الكلام ده مستر؟ اه مصدقين، واللي احنا بندرسه ده كلامهم ان هم مصدقين ويحاولوا ينفذوا الكلام ده. ويقول لك لو اثبتوها فعلا خلاص انا اقعد اجادل بقى واقول الانسان اتخلق ده هو راجل جامد جدا كيميكال. كانوا حاولوا اكسبيرمنت بتاع يوري ميلر او بيجي يقول لك ستانلي ميلر. تمام سوري ثانية واحدة. اكسبيرمنت حاولوا ودي جت في الامتحان مرتين ثلاثة ولا حاجة. جابوا شوية جازز ووتر بيبر ميثان امونيا هيدروجين وعرضوها لسبارك كهرباء شبه كلمه شبه السترايك بتاعت اللايتنج. وهنا عندي ميه ووتر بيبر ووتر بيبر ووتر بيبر بيعدي ياخد الريزلت اللي هتحصل من الرياكشن دي وينزل تحت كوندنسنج ذا ريزلت فيظهر لي هنا امينو اسيد. نجحوا ان هم يعملوا شويه امينو اسيدز من الرياكشن ده but they didn't succeed in building acid. ولو اجتمعوا لا ما يقدروش يخلقوا حياه مستحيل. فمره جاب الرسمه وشاور هنا، مره جاب الرسمه وشاور ده وقال لك ايه
What is the material that was found here؟ طبعا الانسر كان الامينو اسيد. ومره جاب الرسمه، بيقول الرسمه دي بتبروف ايه؟ من وجهه نظرهم بتبروف حاجه اسمها spontaneous generation. The generation او خلق الكائنات حصل spontaneously من مجرد non-living things. It can create living things لو كان ظهر هنا بكتيريا. تمام؟ وكان عندهم بوينت اوف فيو ثانيه، يعني ثواني كده هنا ايه؟ قال لك ان اللحمه، ما انا لما بيبقى عندي حته لحمه واسيبها، حته اللحمه دي سيبك من الدبانه، لو تجاهلنا ان في هنا دبانه، ان اللحمه دي نون ليفنج، نون ليفنج، وان النون ليفنج ده بيظهر منه ليفنج ثينكس. عندي ليفنج ثينكس اللي هي الماجوتس، الديدان والحاجات دي بتطلع على اللحم، فكده اللحمه نون ليفنج كان بروديوس ليفنج. فطبعا ده كلام بدنجان. تمام؟ سبونتينيوس جنريشن اللي هم كانوا بيجيبوا فيه الحجه ان النون ليفنج بيس اوف ميت كان بروديوس ماجوتس اللي هي ليفنج ثينكس. It was disproved by an experiment. بالاكسبيرمنت دي تمام؟ ازاي؟ piece of meat exposed to air and flies. piece of meat not exposed to air or flies. و piece of meat exposed to air but not flies. اللي مكشوفه للدبان، الدبان جه على اللحمه ولي ذا اكس بتاعته on the piece of meat، وبكده الماجوتس دي جايه من الدبان مش جايه من اللحمه. طب ايه دليلك؟ ما هو ان حط ستوبر هنا قفلت البرطمان، الفلايز كان نوت ريتش ذا ميت سو ذا ماجوتس ديدنت ابير. هنا ذا اير كان جيت انتو ذا جار بات نوت ذا باراسايت، بس الباراسايت اللي هو الدبانه didn't get into the jar، فالماجوتس ابيرد بره but it didn't appear on the meat. تمام؟ عشان جاب سؤال في البوينت دي برضو، بس هنشوفه بعدين، هنخليه هيدن كويستشن. ف this was the part speaking about spontaneous generation. تمام؟ وبيسأل طبعا على theory of endosymbiosis لوحدها. What is the evidence that، وده كان موجود في شابتر 2 الكلام ده، What is the evidence that the mitochondria and the chloroplast were once free living، كانوا عايشين زمان بره كده كائنات لوحدها. فبيقول لك ان الميتوكوندريا والكلوروبلاست have their own DNA. بيقول ان الكلوروبلاست كانت عايشه زمان فري بالدي ان ايه بتاعها، والميتوكوندريا كانت عايشه فري بالدي ان ايه بتاعها، ودلوقتي والبروكاريوت دي طبعا كان عندها الدي ان ايه بتاعها. فدلوقتي ايه؟ تلاقي في الكائنات في البلانتس مثلا، تلاقي الميتوكوندريا بتاعتها عندها دي ان ايه، والكلوروبلاست عندها دي ان ايه، وعندي الدي ان ايه بتاع البلانت سيل. خلاص يبقى ده بياكد كلامي. يا طبعا it is not proved 100% كل دي assumption. طيب نكمل قصتنا. في مجموعه من اليوكاريوتس كملوا طريقهم، يعني متخيل كان في هنا population من 100 individual، في 50 فضلوا في نفس الحاله، 50 من البوبيوليشن ده بعدوا وراحوا بالصدفه مع الهواء او مع الميه في مكان تاني، وتعرضوا للراديشن إشعاع، تعرضوا لظروف خاصة في البلانت، وبدأوا يعملوا سيمبل مالتي سيلولر. فبدأ يظهر لك مثلا سبونج، جيلي فيش، حاجات بسيطة، سيل مع سيل مع سيل اتجمعت بالصدفة وظهر كائنات بسيطة. شوية شوية نفس، تفهم بقى الكونسبت؟ كان في هنا مليون سبونج ومليون جيلي فيش ومليار مش عارف ايه،
في مجموعه فضلت زمنيه ومجموعه كملت with time، عشان كده بقول لك ده تايم لاين. which one appeared first؟ والله اول حاجه ظهرت على الارض كانت البروكاريوت اللي هي اول بوينت. طب what is the difference between prokaryote وال next stage of evolution اللي هي اليوكاريوتس؟ يعني احنا المفروض نكتب هنا ايه؟ يو كاريوت احنا كتبناها فوق وهنكتبها فوق، تمام؟ وهنا ظهرت ايه؟ كائنات بسيطة، سبونجز، جيلي فيش، حاجات من دي. بعد كده هي ايفولفد انتو وورمز، ديدان بدائية جدا، وبعدين ديدان كومبليكيتد شوية، وبعدين الدودة بدأت تحصل لها تغيرات، تحولت لسمكة صغيرة، والسمك الصغير ده بدأ يكبر شوية وهكذا فش. وبعدين امفيبيانز، وبعدين ظهر عندي ال ريبتايلز، وبعدين ظهر المامل والبيرز. لو شفنا الجراف ده بقى في اي وقت خلاص احنا كده فاهمين كونسبت الكلادوجرام، ان with time new populations of different species appear. نعم يا براء. أنا لسه المفروض أحفظ الأوردر بتاع الحيوانات، نعم المفروض أحفظ الأوردر بتاع الحيوانات، بطة بطتين. أحفظ الأوردر بتاع اه الحيوانات. تحفظ الاوردر؟ لا انت لازم تحفظ ده من جريد 4، يعني سيمبلي والموضوع بسيط. فيرتبريتس، الحاجات اللي عندها عظم مين هي؟ هاتها بالترتيب كده من الحاجات البريمتيف للحاجات الادفانسد يا مراد. أول حاجة الفيش، الورم، وبعدين ماشي. الفيش. الورم ما عندهاش عظم. الفيش مين اللي بقى؟ الفيش عايشه في الميه. مين اللي في مرحله كده اتطورت شويه بقى ينفع يعيش بره الميه بس لسه مرتبط بالميه؟ الامفيبيانز زي الفروك، صح؟ طب مين اللي خلاص بقى اتخلص من الموضوع ده بقى ويقدر يعيش اون لاند؟ ريبتايلز، صح؟ دول مش مرتبطين بالميه. وبعد كده عندك خلاص مين؟ البيردز، ومين؟ والمابس. اوكي؟ اوكي فالكلادوجرام اللي انا رسمته ده سهل مش صعب يعني، يبقى في بالك ده عليه سؤال لوحده، الحته بتاعه السبونتينيوس جنريشن. وهنا البروكاريوت اللي اتحولت لليوكاريوت ستيريو فيندو سيمبايوسيس، ده سؤال تاني لوحده. والنوع الثالث من الاسئله بيسالوا في الحته دي بقى اللي هي ايه، على الفيرتبريتس، مين اتطور لمين؟ تمام؟ فطبيعي لما اجي اقول لك المامل الدوج مور ادفانسد ولا الفروج؟ اكيد المامل ظهر بعد الفروج، تمام؟ لانه مور اندبندنت في حياته، يقدر تلاقي مامتس زي الخفاش بتعيش في الهواء عندها جناحات، مامتس بتعيش في الميه زي الحوت، مامتس بتعيش اون لاند باشكال مختلفه، تمام؟ تمام. ادي اول نوع من الاسئله ممكن يجي لك في الامتحان على الجزئيه بتاعت what is the meaning of evolution؟ والسكند بارت What are some questions related to the history of life؟ ماشي؟ ماشي. لو بصيت بعناية يا حبيبي، بص لو بصيت هنا عايز اتكلم معاك على مثلا ايه كلمة population، يعني group of individuals of one species living in one place. When the smallest unit of evolution أو a population is the smallest unit that can evolve. ما ينفعش أقول إن في one individual evolved، لأن أنا بتكلم إن الإيفولوشن a change in the alleles of a population، تمام؟ طب عندك دليل يا عم على هذا الهبد اللي أنت هبدته هنا؟ هل هذا الهبد، هل في دليل على الكلام ده؟ قال لك أنا بدل الإيفيدنس عندي 6 إيفيدنس، تمام؟ ممكن نقولهم بشكل سريع.
وبعدين نتكلم على واحد او اثنين مهمين منهم. هتكلم عن اليوسلس او الحاجات اللي هي مش مجال سؤال قوي في الامتحان. ممكن يقول لك ايه؟ مع ان يعني معظمها دي عليها اسئله في الامتحان، بس خلينا واحده واحده. نمبر 1 قال لك الفوسلز، اتكلم في حته الفوسلز دي، قال لك لو بصينا على الفوسلز اللي في الكوكب اللي احنا لقيناها الريمينز اوف اورجانيزمز. طبعا الكلام ده يا جماعه ديسبروفد بشكل كبير جدا، وانا في حصص كان عندنا وقت بنشرح الشابتر ده بحصتين وكده، فكنا بقعد اديسبروف بوينت بوينت، يعني هو حد يصدق ان في ايفولوشن والكلام الفاضي ده؟ لو موجود ايفولوشن، طبعا انا مش ساينتست عملاق يعني، بس هو الحاجات دي ديسبروفد باي ساينس اللي هم قالوا عليه، مش انا اللي هاجي اقول ان الايفولوشن ما حصلش، لا ساينس وعلماء بيطلعوا ويكنس بوينتس لان هم فير، الناس مش منحازه لافكارها، لا هو بيقول لك ان دي فرضيه والفرضيه دي فيها غلطات. ف it is not 100% proof يعني الكلام ده. فبيقولوا ان الفوسلز هنا عندي older fossils are found in the deep layers، وانا بحفر اللي هلاقيه في اول الارض دي كائنات لسه ميته قريب. احفر تحت اكتر كائنات ميته من زمان، تحت اكتر كائنات ميته من زمان قوي، تحت اكتر كائنات ميته من زمان قوي قوي قوي. فبيبصوا يلاقوا ان الفوسلز in the deeper layers are more primitive than، اكتبها لك عشان تركز، fossils in the deeper layers of earth are more primitive are more primitive than fossils in the upper layers. As يعني انها اوبزرفيشن، قال لك كل ما بننزل لتحت بنلاقي كائنات بدائيه اكتر من الكائنات اللي فوقيها، فكده الكائنات القديمه primitive والجديده متطوره، يبقى ده بيحكي قصه تطور كائنات عبر الزمن. وطبعا ده كلام مش شرط يبقى حقيقي، ده مجرد assumption. They assume that evolution happened based on شوية بونز لقوها، وممكن يكون في كائنات تانية من مليار سنة كانت متطورة جدا، بس سوري بيلاك الاناتومي درسوا البادي بارتس بتاعت الاورجانيزمز اللي عايشه في الكوكب، ولقوا 3 باترنز اوف بادي بارتس. لقوا ان في كائنات بادي ستراكشرز، يعني ممكن اكتبها لك هنا ايه، بادي ستراكشرز، ايدين ورجلين ودايجستيف سيستم الاورجنز بتاعته والتيل والفينز الزعانف بتاعت الحاجات كده. فلقوا ان بادي ستراكشرز دي في باترن يسموها انالوجس ستراكشرز، او خليني اقول الهومولوجس الاول، هومولوجس ستراكشرز. واحنا عارفين كلمة هومولوجس من هومولوجس كروموزومز، homologous يعني similar، تمام؟ homologous structures لما بصوا على البادي بارتس بتاعت الجسم لقوا ايدي والرجل الفرونت لامب بتاع الكات ورجل الليزر والزعنفه بتاعت الدولفين، الحاجات اللي قدام اللي هي تعتبر فرونت لامب، تمام؟ بصوا عليها كده ولقوا ان في تشابهات فيها. بما انها تشابهات في الاورجنز فهومولوجس اورجنز يعني، تمام. وبصوا على حاجه تانية سموها، لاحظوا حاجات تانية اسمها انالوجس ستراكشرز،
لو جيت قلت لك ايه العلاقة ما بين جناح الخفاش وجناح الدبان؟ هاجي اقول لك ان الدولفين عبارة عن مامل وعنده فان، عنده زعنف، والفاش والشارك، الشارك يعني حتى يعتبر فاش مش مامل. ايه الفرق ما بين الفيش والمامل؟ المامل جيف بيرث وعنده مامري جلاند، تمام؟ دي مامز قد هيك؟ انا اعرف الكلام ده قدام، بس جنرالي المامز عندها مامري جلاند وموست كيسز دي جيف بيرث، انما الفيش لاي ايج. فانا لو لقيت كائن بيولد، الله اكبر الله اكبر، زي الدولفين، خلاص ده مامل، الموضوع مختلف، منتهي. لو لقيت كائن زي الشارك بيلاي اكس، فده سمكه، السمك بيبيض. الكافيار ده عباره عن بيض السمك، السمك بيبيض. فبيبص يلاقي ده عنده زعنفه وده عنده زعنفه، طب يجي يدرس الزعنفه دي والزعنفه دي، بيلاقي الاستراكشر بتاعهم العظم اللي فيهم مختلف، بس زعنفه وزعنفه. يعني they both have the same function. الدولفين عنده زعانف بتساعده تعوم، والشارك عنده زعنفه بتساعده تعوم، الباك عنده وينج بيساعده يطير، والفلاي الدبانه عندها وينج بيساعدها يطير، بس الاستراكشر بتاع الوينج بتاع الباك مختلف عن الاستراكشر بتاع الوينج بتاع الدبانه. فهنا في الحاله الاولى اوري لك صورتها الاول. In the first case they found that حاجات زي ايد الهيومن هاند والكات فرونت ليج والهورس فرونت ليج والبات وينج والدولفين فين، الحاجات اللي قد تبدو ليك من بعيد مختلفه تماما، يعني ايه دي مش زي رجل الحصان، بس when they studied the structure of the horse front limb، رجله العثمانيه اللي هي في مكان ايدك هنا وايدك، they found that they are almost having the same bones. الحاجات دي كلها ادي عظمه لونوها باللون الازرق، طبعا مش لون ازرق يعني. بعدين عظمتين هنا، عظمتين برضه، عظمتين بس عملوا فيوجن، عظمتين واحده كبيره وواحده رفيعه هنا، عظمتين، بعدين جروب اوف يلو بونز دي في نفس المكان، بعدين عقل الصوابع عندك دي زيها في رجل الحصان وحاجات كده. فقالوا على دول homologous structure and they have their imagination. يعني قال لك ان لو في دليل على كده فده دليل على ان كان في كائن هنا عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 6 جروب اوف بونز، كان في كائن عايش زمان عنده 6 مجموعات من العظم كده. الكائن ده حبة راحوا كده وحبة راحوا كده وحبة راحوا، قابل مثلا جبال وحاجات، وكل شوية مجموعة منه تروح في مكان، كل ما مجموعة منه انفصلت عن المجموعة الرئيسية نتعرض لإشعاع، فال6 عظمات دول بقوا كده. هنا المجموعة اللي عاشت في مكان تاني اتعرضوا لظروف مختلفة فالعظم بقى مختلف كده. Another group lived in different situation فالبونز بتاعتها اتغيرت مع الزمن وبقت كده. ف this is an evidence، لو في كائنات مختلفة أنت شايفها النهاردة different from each other but they have the same structures، ف this is an evidence of a common ancestor، ده دليل على إن هم evolved from a common ancestor. الله تمام، ده الـ homologous structures يا جماعة، تمام. فاجين قال لك ده من اكبر الايفيدنسز على الايفولوشن، ان وي فاوند homologous structures، it is a same structure and different function. يجي يقول لك الهيومن هاند والبات وينج they have the same structure، فيهم نفس العظم although they perform different functions. طب ده دليل على ايه؟ This is an evidence of divergent
ايفولوشن. قال لك ان ده دليل على ان they are different in the function two totally different organisms, bat and the human. Bat و human. They are different, but they were once, they had a common ancestor. This ancestor evolved differently due to different environments. كان اللي كان عايش زمان مجموعة منه راحت يمين، مجموعة منه راحت شمال، دي عاشت في ظروف مختلفة عن دي، فدي اتطورت بشكل مختلف عن ده، بس ايه؟ هم كان عندهم نفس العظم زمان، فنفس العظم اتورث وحصل عليه تعديلات هنا وتعديلات هنا، they became different although they were the same thing، فده بيسموه divergence، عندك حاجة وحصل لها divergence. طيب How can you explain يا ناس يا بتوع التطور يا جامدين؟ طبعا هيفسر لك برضه، هتيجي تسأل تقول له ايه؟ طب في كائنات عندها different structure that perform the same function. هدي example على اللي فوق ده. بالهيومن هاند والليزر فرونت ليج مثلا او البات وينج، تمام؟ وهنا هدي لك اكزامبل، اقول لك وات اباوت ديفرنت ستراكشرز، حاجات في تركيبها مختلفه عن بعض but they perform the same function. يعني الدولفين فين والشار فين، الاثنين فينز عنيفة، they have the same function but they perform different أو they have different structure، تركيب البونز هنا غير البونز هنا، وده عنده كارتريدج ده ما عندوش. ده بيسموه ايه بقى؟ This is an evidence of إن حاجتين شبه بعض قوي، فهم في الأصل إيه؟ قال لك ده دليل فصلي، ده أكبر دليل، بيقول لك إن المامل والفيش هم من قديم الأزل two different organisms، بس فرضت إن الأرض اتغرقت بالمية، فالمامالز اللي كانت عايشة اللي قدرت تسرفايف هي اللي جسمها كان مناسب شوية إنه يتطور ويبقى مناسب للحياة في الوتر. يعني المامل والفيش under the same conditions they became similar. والله يا جماعة أنا ما بهتم، يعني هم قالوا الكلام ده فعلا، تمام؟ وعملنا رسومات وقالوا سيناريوهات وبصوا على فوسيلز، بص كده بيقولوا إن كان فيه حاجة زي الكلب مثلا بقت في الآخر حوت. يا رب. اه. بص كده تقريبا في الدرس ده. ثواني. أهو. ده في كتاب بيرسون. اهو بس بيقول لك كان في مامل عايش بالشكل ده، اتطور شويه بقى كده، شويه اتطور بقى كده، شويه اتطور بقى كده، بس طبعا عارف يعني ده ما بيختفيش، بس البيست فات اللي بيسرفايف اكتر اللي ظروفه بتبقى مناسبه ده بيبتدي ينقرض، يا اما يختفي يا اما يفضل عايش منه شويه صغيرين، وبعدين بتاع اللي شبه التمساح ده اتطور شويه بقى ايه؟ بقى كده، فاهم يعني اللقطة دي؟ جه قبليها مين؟ اللقطة دي، فمش بعيدة أوي عن بعضها، تمام؟ طب وده اتطور بقى ده، وده اتطور بقى ده، وده اتطور بقى ده، يبقى أصلا أنواع الويلز اللي موجودة دلوقتي كانت في الأصل مين؟ لاند مامل عادي. طب إيه دليلك؟ قال لك لما درست العظم اللي هنا
اللي في ايد الويل ده لقيته بنفس تركيبه وتفصيله العظم اللي في رجل الكلب وايديه وحاجات دي كده، تمام. ودي كده هومولوجس ستراكشرز موجوده في الفيرن بتاع ده وفي الفرونت لامب بتاع ده. بما ان العظم هنا زي العظم هنا يبقى هم في الاصل كانوا حاجه واحده. ده اللي انا قلت عليه هنا في الصوره دي، لقيت العظم في الايه في الدولفين وينج فين شبه ايه الكات فرونت، يبقى كانوا في الاصل ايه الكات دي والدولفين كانوا ايه كانوا حاجه واحده زمان. ما لناش دعوه، خلينا نركز في ايه في حاجات بتيجي في امتحان الذهن، صح ولا غلط؟ خلاص يو بليف ان انت صح، ما تشغلش دماغك بقى بالكلام الفاضي ده. وهو كل الكلام ده مجرد اسامبشنز. ليه بقول ما تشغلش؟ ستيل انا مش بقول كده وخلاص. This is not pure science. الكلام هنا فيه اسامبشنز كتير. Not 100% proof. ده مجرد observations وبفترض على اساسها. The last evidence بيقول لك فيستيجل فيستيجل structures دي ايه؟ found in body without function. حاجات موجودة في جسمنا وملهاش وظيفة، تبقى ايه؟ تبقى حاجة كانت موجودة زمان عند كائن وكان ليها فانكشن، واللي باقي عندنا ده ريمينز ملوش لازمة. طب ايه اللي حصل؟ هو عايز يزرع لك فكرة ايه؟ ان الاورجانيزمز تشينج اوفر تايم. فكان في حاجه found in the body of organism in the past and this organisms changed to become another thing and this part lost its function. بمعنى لما اجي اقول لك الاوستريتش عندها وينجز وهي ما بتطيرش، ليه عندها وينجز؟ فتفسيره هو ايه؟ اكيد الانسيستر بتاع الاوستريتش زمان، الاوستريتش يا جماعه النعامه لو حد مش عارفها، كان في نعامه زمان عايشه، نعامات populations من النعام عايشين زمان وكانوا بيطيروا عادي، وبعدين دي هذا ميوتيشن في مجموعه من النعام حصل لها مشكله في جناحها فما بقتش تطير، فالجناح فضل موجود لان هو اصلا كان موجود وكان بيساعدها انها تطير. وسبحان الله اللي حصل مع الوقت، طبعا هم بيقولوا سبحان الله، اللي حصل مع الوقت ان النعامه الفلايتلس اللي مش بتطير وعندها جناح بقايا من النعام القديم هي اللي قدرت تكمل وبتجري على الارض وسريعه. ومثلا النعام اللي بيطير ده كان الديناصورات بتشوفه وبتاكله، فالنعام اللي بيطير اختفى والنعام اللي على الارض ده الفلايتلس هو اللي كمل. طب ايه تفسيرك ان في نعام على الارض فلايتلس النهارده؟ يقوم حكي لك السيناريو ده فيستيجل ستراكشر، حاجه موجوده عند النعامه وما بتاديش. طب انا افسرها ازاي؟ اكيد الانسستور بتاعها كان. يبقى انا كده حكيت لك ايه؟ A story of the change that happened over time. طب ويعني ايه evolution؟ A change that happens over time. يبقى احنا خلاص اتفقنا. طب انا اتفقنا؟ لا اتفقنا. يا عم لا اتفقنا. خلاص بقى مش هرجع في كلامي. تمام؟ بقى قال لك example على الفيستيجال structures something that lost its function over time. قال لك عندك الهيومن ابيرنس. هيومن ابيرنس لو جاب لك سيره الهيومن ابيرنس تقوم قايل له على طول فيستيجال ستراكشر اللي هي الزايده. يقول لك واحد رايح يعمل عمليه الزايده، ايه الزايده دي؟ حاجه زايده في جسمه فعلا، هي ملهاش وظيفه في جسمه، تمام. فالهيومن ابندكس دي، طب ايه تفسيرك ان انت عندك حته في جسمك ملهاش لازمه؟ اكيد كان في حاجه انسستور للانسان كان عايش زمان والابندكس دي كان ليها لازمه عنده، بس احنا لما الانسان اتطور بقى عنده حاجه كده بواقي من الماضي القديم، فراح شال الزايده. ايه الزايده دي؟ حته زياده في اخر يعني بوينت بتاعت بدايه اللارج انتست. طب واحد لو الزايدة عنده ملتهبة شالوها، الزايدة انفكتد شالوها، هل الإنسان اتأثر؟ ما بيتأثرش. لأن هي اكشلي هاز نو فانكشن. تمام؟ فا إيه الموضوع يا أهي؟ أول لارج انتست الحتة البلو دي خلاص بلاش.
ليه موجوده يا عم؟ قال لك ده تفسير بتوع الايفولوشن بقى، ان الانسان كان اصله رابت، والرابت كان بياكل الجراس، والابندكس دي كانت زمان بتساعد في هضم الجراس، بس الانسان لما اتطور وبقى ياكل لحمه ما بقالهاش لازمه. بجد بيقول الحاجات دي تمام؟ مالناش دعوه. ف الهيومن ابندكس الاوستريتش وينج سنيك فيلفت بول، لقوا ان العظم، ان التعبان عنده حاجه بسميها الفيلفت بول، اللي هي العظمه اللي بيركب فيها الرجلين. طب والتعبان ما عندوش رجلين، ليه عنده فيلفت بول؟ ليه عنده عظمه زي دي؟ دي اللي بيركب فيها الرجلين. هو ما عندوش رجلين، ليه عنده العظمه دي؟ اللي هي العظمه العريضه دي. قال لك السنيك كان زمان الرجل عنده 4 رجول تمام، وايه وهو اتطور، فده يعتبر ايه فيستيجال ستراكشر، بواقي من الكائن الانسستور بتاع السنيك. وهنا الايفيدنسز هنبطل الرغي فيها، يعني الفوسلز الاناتومي هو اللي فيه رغي. عرفنا الهومولوجس ستراكشرز، انالوجس ستراكشرز، وفيستيجال ستراكشرز. بيسأل الهومولوجس ستراكشرز اللي هي مثلا هيومن هاند والليزر فرونت لامب، هيومن هاند والدولفين فين، اليومن مامل والدولفين مامل، والعظم اللي في ايدين الانسان شبه العظم اللي في ايد الدولفين. طب ده دليل على ايه؟ على دايفرجنت ايفولوشن، ان الانسان والدولفين كانوا ايه؟ كانوا في الاصل حاجه واحده، وده مامل وده مامل برضه، بس ايه مختلفين شويه. طب لما يجي يقول لي ليه الدولفين فين والشارك فين؟ اه لا ده مامل وده فيش، وشبه بعض مع ان هم ايه؟ كانوا في الاصل مختلفين. فده analogous structure بيبقى evidence of something that we will call، هنتكلم عنه تاني في اخر السيشن برضو، convergent evolution. بتشوف البوينت بتاعت الدرس، بتشوف جت في الامتحان بأنهي شكل. هنا ايه؟ Which of the following is true regarding the similarities between fins of shark and fins of dolphin؟ الشارك والدولفين ده evidence of ايه بقى؟ صحيح؟ بابي ايوه يا بابي انا لسه شايف Convergent evolution تمام؟ بص دي فيها حاجة تانية تخص الموضوع ده. مش تاني؟ طيب خلاص this is the point here تمام يعني. Other evidences of evolution، أنا كده اتكلمت عن اثنين، fossil record والاناتومي. بنتكلم بيجي يقول لك similar embryo number 3 similar ايه ده؟ الجنين بتاع كائنات، لما الاقي البيبي بتاعك شبه البيبي بتاع الدولفين، شبه البيبي بتاع السمك، شبه البيبي بتاع الليزر، طب ما ده بيدل ان في علاقه ما بينهم. يعني بيجي يقول لك ايه؟ ان الامبريو بتاع الهيومن الفيش والامفيبيان والريبتايل كل الحاجات دي ديفرنت فيرتبريتس، ده الجنين بتاع الانسان، ده الجنين بتاع البيرد، ده الجنين بتاع الريبتايل، ده الجنين بتاع الفيش. قال لك كلنا واحنا بيبي بيبقى عندنا جيلز. الكلام ده غلط. والله بيقول لك في فتحات جيلز هنا عند الانسان وهو في مرحله الامبري. هي مش جيلز، احنا بيبقى عندنا فتحه هنا تحت الوجه ومش بتساعد الجنين انه يتنفس، فسموها جيلسلتس.
هي فتحات شبه الجلد. طب يا عم هي مش جلد، انا ماليش دعوه، هي شبه الفتحه اللي عند السمكه، انت بقى طورت استخدامك فيها، ده موضوع تاني. هي فتحه هنا وبتقفل بعد كده في رقبتنا ستيجن كيو، فلات ستاكيوس ورا الوش. اه قال لك دي جلد، بص على البيبي، البيبي عنده جلد. انت عندك ايه؟ طب يا عم ده لسه الباك بون بيتكون. لا عندك ايه؟ والفش عندها دي كله عند الدنيا. خلاص تمام. لا ما هو التريك ان الامتحان مش النهارده، اللي ذاكر ذاكر واللي ما ذاكرش يذاكر عشان في امتحان الخميس. بالنسبه لعبد الملك وعبد الرحمن لو عايزين تاخدوا الامتحان تمام، هيبقى على شابتر 1 ل 7 تمام. طيب يبقى هنا ده ايفيدنس نمبر 3، سيميلر امبريولوجيكال ستيجز ار ايفيدنس اوف كومن انسيستور. ايفيدنس فالانسان والفرخه السمكه والحاجات دي كلها كان عندهم كومن انسيستور، اشمعنى؟ كانوا جايين من حاجه واحده، اصل البيبي بتاعهم شبه بعض كلهم عندهم جينز. طب حاضر، ايفيدنس اوف كومن انسيستور. ما درستكش انا الايفولوشن ده في جريد تاني يعني. احنا هنقعد ندخل وارجي من لحد ما شعرنا يقع. لا مش محتاجة أرجع حاجة، فاهم. نقفل وده لا إيه يا فاهم سلام، وخلاص يعني، خد المعلومة واسكت يعني. بقى بنقعد نشرح في الكلام ده في ترم كامل فبقعد استفز. تمام؟ يلا ومعانا طبعا سيميلارتي ان دي ان ايه؟ سيميلار دي ان ايه؟ اند بروتينز. في تشابهات في الدي ان ايه بتاع الانسان والدي ان ايه بتاع البكتيريا، ده دليل على ان الحدوته اللي انا حكيت ان البكتيريا اتطورت لحد ما بقت الانسان. في تشابه طبعا في الدي ان ايه ما بين الانسان والقرد بنسبه 80%، فالقرد كده مور كلوزلي ريليتد للانسان عشان الدي ان ايه بتاعه شبه الدي ان ايه بتاع الانسان. طب يا عم دي اوبزرفيشن، ده مش ايفيدنس. يعني انا قلت ان اياد شبه علي، فكده هم اكيد ولاد خال، انتوا اكيد قرايب، في تشابه ما بينهم يا عم الشرط. خلاص تمام. طبعا ده من اهم الايفيدنسز اللي بيحتجوا بيها دلوقتي. نمبر 5 مش عايز اقول عليه عادي، سيميلر بايو كيميكال باث ويز، مش مجال في الامتحان اصلا. سيميلر ريسبيريشن كيميكال رياكشن، يعني طبعا هي مش مكتوبه كده في الورق، بس بيقول لك ان انت عندك سيلولار ريسبيريشن في الميتوكوندريا، واليست الخميره عندها سيلولار ريسبيريشن في الميتوكوندريا بيتم بنفس الطريقه، يبقى ده دليل على التشابه. طب يا عم ما هو اللي خلقهم واحد، لا هم اتطوروا من بعض. تمام. نمبر 6 وده جه في الامتحان، البانجيا. One piece of land before continents. فيلم ايس ايج اللي هو كونتيننتال دريفت، لما الارض كانت جزء واحد والارض دي انفصلت وبقت كذا قاره، والارض وهي جزء واحد، الأرض لما كانت كل القارات لازقة في بعضها وكانت حتة واحدة، كان اللي عايش هنا بيعدي هنا عادي وبيعدي هنا عادي وبيعدي هنا عادي وبيعدي هنا عادي. فلما الأرض حصل لها كونتيننتال دريفت والكونتيننتس انفصلت، فلقينا فوسلز لكائنات موجودة في أستراليا وفي ساوث أمريكا. فازاي الحاجة اللي في أستراليا في ساوث أمريكا؟ قال لك ما هو اكيد ده دليل ان لما القارات انفصلت في كائنات راحت هنا وكائنات راحت هنا، اللي قدر يعيش هنا مش هو هو اللي قدر يعيش هنا. فيا عليها السؤال في الامتحان من غير حيره يا جماعه، هي فكره ان انت تبقى فاكر وات ار ذا ايفيدنسز اوف ايفولوشن 1 2 3 4 5، فلما يجي يكلمك هو الكائن ده اتطور ازاي وده حصل ازاي، هتقول له ايه؟ هتقول له اه ليه؟ راحت هي كانت ثانية واحدة
ثواني شباب، طلع الصورة بس. كان بيمشي زمان من هنا لهنا لهنا هنا عادي. When the continents went. Scientists found fossils of an animal different, an animal in different continents that are now separated. What is the reason؟ يعني لقيت fossils الكائن هنا وهنا وهنا، ولقيته في ساوث امريكا ولقيته في استراليا. ازاي نفس الكائن كان عايش في كل الاماكن دي في نفس الوقت زمان؟ طب الانيمالز مايجريتد ازاي؟ حاجه هتهاجر من افريقيا لاسيا، وفي بحر، في هنا بحر، في هنا بحر، ازاي حاجه تهاجر من استراليا لساوث امريكا؟ طب someone spread the fossils، ايه العبط ده؟ unknown، لا ماليش دعوه. ده animals roam، ده animals كانت بتلف زمان، roamed around in all continents that were once joined. دي قصه الباي جيوغرافي، ان انا بربط الجغرافيا بالايه؟ بالليفنج ثينجز اللي عايشه عندي دلوقتي. اوكي؟ ف these are the evidences. طيب هنتكلم على بارت جديد بقى، جزئيه جديده بيجي عليها اسئله. قبل المودرن ثيوري بتاعت الايفولوشن، مين اللي اتكلم في موضوع الايفولوشن ده زمان وبدا التراك؟ والناس بدات تطور في الكونسبت لحد ما بدانا ندور على ايفيدنس دي ان ايه وايفيدنس الفوسيل. Who put the idea on the track so people started following him and evolving his idea? The first person to speak about evolution, one of the first يعني، كان لامار. ورغم ان لامار idea was mistaken، بس he was appreciated because he was one of the first who think correctly somehow about evolution. Lamar كان شخص قال فكرة كده، قال ايه؟ قال ان الاورجانيزمز evolve over time، وده كان كلام صحيح. الكائنات بتتغير مع الوقت، بتتغير مع الوقت. طب بيحصل ازاي الموضوع ده؟ هنا هو كان غلط تفسيره ل how do organisms evolve، كان بان هو قال ان الاورجانيزمز change their bodies change during their life and these changes are passed to the next generation. حاجات اللي هي acquired traits passed from generation to generation. والكلام ده غلط. لو انا طورت من نفسي وانا عايش دلوقتي واكتسبت صفة في حياتي زي ان انا مرنت بشكل رهيب، انا رفيع، مولود رفيع، وبابايا رفيع، وجدي رفيع، والناس دي كلها رفيعين، والبادي ستامينا بتاعتهم ضعيفة، بس انا اشتغلت على نفسي and I acquired and I acquired بادي ستامينا بقى زي بيج روك، بقيت تنين، بقيت بيج نحات، بقيت رهيب. هل لما اجي اخلف اخلف حد بادي بيلدر، ولا حد لابني الدي ان ايه لما انا اتطور؟ فانا البادي بتاعي اتطور but my DNA is still the same. ف when I pass my traits to the next generation، فانا هدي لابني الدي ان ايه بتاعي اللي هو اصلا الكودنج بتاعه ان البادي ستامينا بتاعتي ضعيفه. لما انيمال كانت مره جت في امتحان سات زمان،
ان شمبانزي بتعمل ستريتشنج للارمز عشان توصل للفروع، ف its arm became a little bit longer. فال next generation هيبقى عنده longer hands. دي هنا بقى the acquired traits تفسيره للنظرية كان غلط. The acquired traits cannot be passed to the next generation and the use and this use the organ that you use develop and the organ that you disuse undeveloped. صح؟ But will the development or the undevelopment be passed to the next generation؟ لا. فهنا كان كلام لامارك غلط، لان لامارك في الزمن ده ما كانوش لسه اكتشفوا الدي ان ايه، فما كانش يعرف الصفات بتتورث ازاي. بس هو شخص يحترم قال ان الكائنات بتتطور. شكرا لحد هنا، شكرا لحضرتك، بقيت كلامك غلط. ويسمن كان ساينتست جات في الامتحان ويزمان كات رات تيلز، كات رات تيلز فور 22 جنريشن. ليه؟ تو ريجكت ثيوري اوف ايه؟ قطع Use or ديل فور. disuse. الفار ما بيستخدمش ديل، بيخلي الفار عنده ديل، فقطع ديل فور. فالفار ما استخدمش ديل، بس خلي الفار عنده ديل، خد الفار اللي خلفه قطع له ديله، خلي الفار عنده ديل. Although the rats disuse their tails, but they give birth to other rats that also have tails. فده بيرجكت نظرية إن أنت لو في أورجن ما استخدمتوش فالأورجن ده يختفي. تمام؟ فلو حد مثلا طبق فكرة الأبندكس، إن إزاي ده عندنا دي كانت موجودة في الأنسستور بتاعنا، بس الأنسستور عشان ما بقاش بياكل بلانتس، ازاي ده كانت مهتمه باكل البلانتس او ليها دور في اكل البلانتس، فانت ما بتستخدمش ازاي ده، فازاي ده حصل لها ريدكشن وبتورثها انت بقى هي ريديوزد كده. لا مستحيل، لو في اورجان انت ما استخدمتوش فعادي برضه هتورثه عادي زي ما انت اتولدت بيه. ليه؟ عشان يو باس يور دي ان اي نوت يور اورجانز. تمام؟ فده كان كلام لامار. جه بعديه بقى اللي يخصنا احنا داروين، the first person who من نظرية بقى من النظر لوجهة النظر بتاعت today's evolution، أول واحد اتكلم في الايفولوشن صح كان داروين. كان بيتكلم عن the passing of acquired traits إن sorry of heritable traits، الصفات اللي احنا بنورثها then pass it to the next generation. تمام؟ And if you have a population with heritable traits, the heritable traits change over time. وبعد كده لما اكتشفنا الـ DNA لقينا ان لو حصل change في الـ DNA في population معين and this change in the reproductive cells، فحد اتغير الـ DNA بتاعه، الجينات اللي بيخلف بيها اتغيرت فهيخلف كائن مختلف. اه ده تمام، ده اسمه evolution. بس داروين ما كانش يعرف يعني ايه DNA، فهو اتكلم على the change in the alleles of a population over time due to the environment. والله ال environment ليها ظروف معينة وفي صفات heritable موجودة عندنا. يعني كان عندنا زرافة زمان، الزرافة كان في منها tall neck و short neck و intermediate neck، والطول بيخلف طول والشورت بيخلف طول وشورت والانترميديت بيخلف انترميديت. ده كان الوضع heritable traits. كانوا عايشين في بيئة جميلة، تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات. وبعدين اللي رقبته قصيرة واللي رقبته انترميديت عادي ممكن ياكل جراس من الأرض، واللي رقبته طويلة ياكل جراس من الأرض، ياكل من على الشجر عادي. بس حصل مشكلة والعدد زاد وكل الجراس اختفى، فمين اللي يقدر يكمل؟ اللي عنده لونج نيك هيقدر يكمل ويعيش، واحنا ما شفناش في حياتنا زراف عنده شورت نيك. ليه؟ خلاص survival for the fittest. Those that fit the environment they will survive. And those with the disadvantage will disappear. وهنا كان أكبر example البيبرد ماث، نشوف الفيديو ده مع بعض.
وده هنكتب منه ستيب باي ستيب ال requirements بتاع ال evolution in a population. There are two variations of color in the species. في شكلين، الشكلين دول هيريتابل، ده عنده جينات بتقول ان هيبقى لونه فاتح، ده عنده جينات هتقول ان عنده لون غامق، والفاتح بيخلف فاتح والغامق بيخلف غامق. دي بنسميها هيريتابل فاريشن، فاريشن that can be inherited. Some moths are white with dark speckles, and some moths are dark with light speckles. The peppered moths live in environments with light-colored trees, like birch trees. Which moth do you think has an advantage in this environment? Can you find the moths? There's one more, do you see it? هنا مين اللي مناسب للانفايرمنت؟ زي ما انت شايف ما كنتش شايف دي اصلا، لولا ان هي عملت عليها دايره ما كنتش هتشوفها. فالبلاك كلر اكسبوز والانمي بيشوفه، والوايت كلر هيدن، فمين اللي هيعيش اكتر ومين اللي هيبقى القليل فريكونسي بتاعه اكتر في البوبيوليشن؟ ويتش قليل ويل بي مور ذان ذا اذر؟ اللايت كلر هتبقى مور ذان ذا بلاك كلر، وده الطبيعي. طيب هنا داروين بيتكلم في البوينت دي، if the environment change and we have heritable traits، مش بتكلم بقى في حد بيغير لونه، لا هو لون كده واللون ده بيتورث. if the environment change the population will change in response، وهو ده concept ال evolution. The light-colored moths had an advantage for survival. Their color helped them to blend into their environment and hide from hungry predators like birds. The dark-colored trait was a disadvantage. Moths with this trait were more easily spotted by predators and had a lower chance of survival. Since the light color trait had an advantage for survival, it was more commonly seen in the population. This was due to natural selection. Individuals who are best suited for an environment survive longer, reproduce more times, and pass on their genes. Natural selection over many generations can cause noticeable evolutionary changes in a species, and the peppered moth is the perfect example. In the 1800s, the Industrial Revolution took place. Manual labor was taken over by machinery. Factories began to produce goods. These factories were powered by coal. The burning of coal released a lot of pollution. مع الاندستريال ريفولوشن واكتشاف الفحم، بقت كل حاجه شغاله بالفحم، والمجتمع كله بقى مليان الداست بتاع الفحم ده، Clouds فحتى of soot الشجار and بقى ash لونها lingering غامق. الاشجار اللي كانوا عايشين عليها في الاول كان لونها فاتح، اما الاشجار دلوقتي بقى لونها غامق، يعني الانفايرمنت تشينج. So population will change. بص بقى ايه ده، Which color variation had the advantage after industrialization changed the environment? The dark color. البلاك كلر مور فات تو ذا انفايرمنت، اتفات ذا انفايرمنت، مناسبه للانفايرمنت اكتر، فالبلاك كلر ويل سرفايف. Colored moths now had the advantage. They were able to blend well into the soiled trees, while the light colored variation stood out. Light colored moths were more easily spotted by predators and had a lower chance of survival. They reproduced less often, and the frequency of this trait decreased over time. The dark colored moths in ده بقى الكونسبت بتاع الايفولوشن اللي انا قلت عليه في الاول، a change in the leaf frequency over generations. تمام، كان عندي A و B، الA و B هنا ممكن يظهر تريت جديده وممكن يتبقى الA بس، ممكن مع الوقت تلاقي البلاك كلر بس هو اللي باقي، ممكن تلاقي ان في لون بقى اكتر من لون، وده ما كانش الوضع في الاول، يعني في الاول كان الوايت اكتر من البلاك، بعد كده بقى البلاك اكتر من الوايت، وده كان الديفينيشن اللي احنا قلناه للايفولوشن، a change in the allele frequency in a population over generations. لوكس مكاتب الشين، وشرط يبقى عندنا هيريتابل تريت. الكلام ده ما بيتطبقش غير لما الصفه بتتورث، عشان البلاك يخلف بلاك والوايت يخلف وايت، البلو يخلف بلو والبلاك يخلف بلاك، وهكذا. تمام، ف the theory of evolution Darwin spoke about had parts. أول حاجة he spoke about heritable variation، لو جبنا
تبرد باث اللي انا لسه شايف الفيديو بتاعها دي از ان اكزامبل. فانا عندي هيريتابل فاريشنز اللي هم البلاك كلر والوايت كلر، دول هيريتابل مش اكوايرد، اللي بيتورثوا. بلاك بيخلف بلاك والوايت بيخلف وايت. اوفر بوبيوليشن حصل، تشينج ان ذا انفايرمنت حصل، كومبيتيشن حصلت. المهم في ظروف هتخلي طبيعي ان كل اورجانيزم بيتولد، وفي ظروف حواليه ممكن تحصل تخلي ان في فاريشن هنا، ففي شكل هيبقى افضل من شكل. كائنات السريع والبطيء، اللي حجمه اكبر واللي حجمه اصغر. هنا some of them will be adapt، الاسرع مناسب، الغزاله السريعه هي اللي مناسبه اكتر من الغزاله البطيئه. فمع الزمن بقى كل الغزاله اللي موجوده غزاله سريعه. تمام؟ الحجم اصغر في مثلا في الانسكتس هو اللي هيقدر يستخبى. فالانسكتس الكبيره مش منتشره، انما الانسكتس الصغيره هي اللي منتشره. هنا the small size is an adaptation. The fast deer is an adaptation. The long neck giraffe is an adaptation. The black colored moth is an adaptation. What is an adaptation? It is a heritable trait that allow individual to survive. بس لا، أهم حاجة إنه survive and reproduce more of its kind. ف with time its kind ده اللي بقى فيه منه كتير هو اللي هي control the population, and this is the definition of evolution. يبقى those are found now are the best path. البقاء للأقوى ولا البقاء للأسرع ولا البقاء للأضخم ولا البقاء للأصغر؟ مرة جاب سؤال الساد زمان أيام ما كانت الأسئلة كريتيف أوي يعني، فبيقول لك ليه الكوكروتش have the same body plan for millions of years؟ الصرصار لسه موجود من أيام الديناصورات لحد النهارده، الديناصور انقرض والصرصار مكمل. ليه؟ بقى مش للأقوى ولا حاجة، الديناصور كان أقوى من الصرصار بس الصرصار كمل والديناصور انقرض. The most أو the best fat will survive. Those that fit the surrounding environment survive. مين البيست فيت بقى؟ The one that is adapted, that has a heritable trait that allow it to survive and pass this trait to the next generation. فالنكست جنريشن هيبقى عنده نفس التريت فهيبقى fed to its environment so it will survive and reproduce. وعايزك تفوكس على دي. We are speaking here about the fitness is related to producing more fertile offspring, not survival. Survival for the fittest. Survival for the fittest. Will fitness be in biology? We are not speaking about the body fitness والعضلات. لا. Fitness هنا, we are speaking about having a trait that allow you to reproduce and to continue passing this trait. You will continue to exist not if you survive but when you reproduce. لما صفاتك تفضل مكملة في الدنيا ازاي؟ لما تورث. سؤال للامتحان. A female can only survive. في كائنات بتعيش بس اللي هيعيش ده هيموت في يوم من الايام. Female be survive and reproduce surviving offspring. Female C has long life span. تعيش فترة. Female D is the strongest. Which of the following missed most fat according to Darwin? Mean by survival for the fittest. Those that live or those that live and reproduce. Reproduce. يبقى female B survive and reproduce. تمام؟ برضه هنا Survival for the fittest in natural selection theory is هل الكلام هل اللي بيعيش ويموت ده موضوع راندم؟ أي حد بيعيش ويموت وخلاص؟ تبقى سي ولا الموضوع ده نان راندم، ده ناس معينة اللي بتعيش اللي عندها صفة تقدر تخليها تعيش reproduce. Non random process that depend on which organisms have adaptive traits. مش random process عشان أي حد كده جيناته بتتغير وخلاص.
مش اي تغيير في الجين. Okay. Non-random process depends on which organisms have adaptive traits. فهنا عشان كده سموها natural selection, those that have adaptive traits that allow them to adapt to the environment will survive. فلو ال environment change, the population will also change. زي الاكزامبل بتاع الموث, لما الانفايرمنت كانت الاشجار لونها فاتح البوبيوليشن كان معظمه فاتح, لما الانفايرمنت الاشجار بقت لونها دارك الموث الدارك هي اللي سرفايف. فهنا بنسميها natural selection because the nature or the environment select who will survive and who will die. وهتلاقي في النوتس حاجة أنا قايل لك عليها برضو, ساعات مش الانفايرمنت هي اللي بتختار, بتلاقي كائنات ملهاش لازمة وعايشة, اشمعنى أنا اللي بربيها؟ ده اسمه artificial selection or selective breeding. لما الهيومن بيبريد certain individuals زي الإنسان, لو الدنيا غابة هتلاقي كائنات كتير ضعيفة ما كانتش تقدر تعيش. طب هي عايشة دلوقتي ليه؟ أنا اللي بربيها. ده اسمه artificial selection. Okay. زي كلاب الشيواوا الصغيرة دي ما تقدرش تعيش في الدنيا لوحدها, بس الانسان اختار ان هو يربيها. ف it continue to exist not because natural selection, بس ده human selection. الانسان هو اللي اختار انه يربي يريز الاورجانيزمز دي لاسباب معينه, الانسان هو اللي مختار. تمام. طيب ال types of natural selection عشان برضو بتيجي في الامتحان وهنشوف اسئلتها بتيجي ازاي. لو اديتك 3 examples هما اللي بيجوا في الامتحان والثلاثه جم قبل كده لديفرنت بوبيوليشن, نركز مع بعض كده يا جماعه. لو عندي بوبيوليشن لا او سوري, مثلا ممكن ابدا فور وايد لا, وهنا طبعا ايه عندك جري ده population من الراتس عنده الالوان دي كلها, دي منه ابيض بكميه صغيره واللون كل ما بيغمق كل ما بيكتر, الجري ده اللي عايش بشكل اكتر حاجه, والبلاك هنا برضو موجود بكميه مش كبيره قوي. This is the original population. عايش في environment ليها ظروف معينه, عايش في الغابه. لنفترض ان هم, هدي لك 3 سيناريوز. الحمد لله. حياكم الله. لو طلبت معاك ان الايه الراس دي عاشت على مكان الحمد لله, كل المكان ده بلاك روكس, ولو افترضت ان هم راحوا عاشوا في مكان كله جراي ساند, ولو افترضت ان هم عاشوا في مكان فيه وايت ساند على الشط, الشاطئ ده كله رمل ابيض وبلاك روكس, what will happen to this population؟ هيحصل له ايه؟ هقول لك الاوريجينال هنا اهو كان عامل كده وايت وبلاك, وهنا برضو الاوريجينال كان عامل كده, وهنا الاوريجينال كان عامل كده. ايه اللي هيحصل في حاله البلاك روكس؟ مين اللي هيعيش احسن في البراند دي؟ The environment fat which phenotype. بلاك الفران البلاك هتعيش اكتر من الباقي صح؟ طب لو عايشين في جريسان
جراي. فالجراي وهو بيجري على الجراي ساند محدش هيشوفه، لو في فار اسود هيتشاف ويتاكل، لو في فار ابيض هيتشاف ويتاكل. انما الفران الجراي هتعيش اكتر من البلاك والوايت. طب لو عايشين في مكان فيه وايت ساند وبلاك روكس، الفران البيضة مش هتبان في الوايت ساند، والفران البلاك مش هتبان في البلاك روكس، انما الجراي هيبان هنا وهيبان هنا، فهيتاكل هنا وهيتاكل هنا. فهتلاقي البلاك كتير والوايت كتير والجراي قليل، صح؟ These are the three patterns وبيجوا في الامتحان. لو جه قال لك ان انا عندي نوع من الباراسايتس، population من الباراسايتس، كل البوبيوليشن ده لما رشيت عليهم كل البوبيوليشن مات واتبقى مجموعه قليله، يبقى اكيد دول المجموعه اللي هم عندهم ريزيستنس، فكله مات واتبقى فينوتايب واحد، يبقى زيه زي ده، كله مات واتبقى البلاك بس. ده بنسميه دايركشنال سيلكشن. يحكيها لك بأي حاجة بقى، الزرافات شورت نيك وانترميديت نيك وتول نيك، اونلي ذا تول نيك سرفايف، خلاص دايركشنال سيلكشن، سيلكتنج وان فينوتايب اند اليمينيتنج ذا ريست. طب لو الانترميديت بس اللي عاش، ده اسمه ستيبلايزنج، او الانترميديت بيعيش اكتر من الباقيين. ما ليه مش كلهم زي نفس الحاجة؟ طب ما انت في الأول وفي الآخر برضو نوعا ما نعم، هو دايركت سيلكشن. ما هو في الحالتين دايركت سيلكشن، ان انت الدايركشن سيلكشن، دايركشنال سيلكشن، اي سيلكت دايركشن سيلكشن. وان اكس 3 اواي فروم، ما جبتش سيرت الانترميديت في الموضوع، سيلكتنج بي وان فينوتايب اند ذا اذر غالبا ديسابير، فاهم؟ ديس ابير. طب ده ايه؟ الانترميديت هنا، يعني ممكن اعمل الجراف كده، مش الانترميديت بس اللي بيعيش، الانترميديت سيرفايف مور ذان ذا تو اكستريمز، مور ذان، بس التو اكستريمز لسه اكزيست، تمام؟ تمام. طب لو التو اكستريمز، ما تنساش بقى، لو الانترميديت بيعيش اكتر ده اسمه ستيبلايز، لو التو اكستريمز سيرفايفنج مور ذان ذا انترميديت ده بنسميه ديسرابتيف سيلكشن. يا مستر اعمل ايه في الوحده وانت مش عامل ايه؟ انا بدات اتضايق، اسامي كتير وحاجات كتير، حل عليها مره واثنين وهتلاقي الاسم ثبت في بالك. يعني اعمل ايه؟ ذاكر، فاهم؟ اعمل ايه؟ ذاكر، هتحفظ الحاجات دي بس، تمام؟ والحمد لله عندنا كويشن بانك، يعني ان شاء الله، مع اني ما كنتش بفضل، يعني بحب الموضوع ده قوي، بس عشان الناس طبعا بتاخد الكورس في وقت قليل، ساعات ما بقوش بيذاكروا حتى في الوقت ده، نبتدي نذاكر في الاخر. فبقول الحمد لله ان الامتحانات بتتكرر. بص كده، birds with large beaks and birds with small beaks، اللارج والسمول are widespread، كتير قوي، while the middle sized beak are in intermediate amount، two extremes اكتر من الانترميديت. الجراف عامل كده، عالي من على الجنبين وقليل في النص، ده مين؟ ده اللي انا لسه قايل عليه ايه؟ disruptive لسه selection. سيلكشن اهو، the two extremes are more than the intermediate، او ده اللي بيجي في الامتحان، هو قال لك هو intermediate وبتاع، فانت بتحاول تفتكر الترمز دي، وانا بشرح الشابتر ده خلاص، ده بقى على الامتحان اقل من 3 اسابيع، فبتبقى الحاجات دي اهو، يعني الحاجات اللي هي حفظ قوي بشرحها قرب الامتحان، ما شرحناهاش من شهرين ولا من شهر، تمام؟ ماشي ماشي ماشي. خلاص كده ماشي تاني. في بقى في النوتس الكبيرة أسئلة كبيرة، يجي يقول لك الباراميسيوم is، باراميسيوم population is subjected to
pesticide or insecticide, most of the population died and some survived. Which kind of selection؟ كله مات بقى مجموعة صغيرة، يبقى أنا اخترت فينوتايب هو والباقي directional selection. اسمه دايركشنال. تمام؟ عندنا بعد كده دول الثري تايبس اوف ناتشرال سيلكشن، ستابلايزنج ديستربتيف اند دايركشنال سيلكشن. الحته دي ما عادتش بتيجي قوي في الامتحان، بس نبقى عارفينها. What are the reasons، ايه اللي يخلي population يتغير او يحصل له evolution؟ Sometimes تعرف لي الديفينيشنز، changes in population ده بيكون يا اما mutation بيخلق تريت جديدة، a change in the genes happens due to chance، وبعدين الـ environment بتسلك، وساعات الـ natural مش دايما بتختار مين اللي يعيش ومين اللي يموت. Can population change and not the best pet survive؟ unfair، unfair، life is unfair. ده بنسميه genetic درافت، حاجة كده زي لما العربية تنحرف بيك وانت سايق. فيلم دكتور سترينج ده كان راجل تنين وبيطير، بيعمل عمليات أعصاب وهو مغمض عينيه، خلاص العربية درفتت بيك، دي باظت الدنيا كلها. unfair unfair unfair، مالكش دعوة. ده كلمة درافت عشان تثبت في بالك ان a change that can happen due to chance، change in population او قليل frequency due to chance not natural selection، not natural selection. وده ممكن يحصل ازاي؟ عندي two examples، two examples. واحد بسميه bottleneck neck effect والتاني بسميه founder effect. بصوا كده bottleneck neck عشان ما تستغربهاش، بس لو جت في الامتحان effect ده اللي هو ايه؟ disaster reduction in population biodiversity due to disaster. flood، fire، مصيبة سودة حصلت والpopulation ده ثلاث ارباعه مات والربع اللي عاش هو الربع البايظ. هل ده natural selection best fit survive؟ لا. بدي دايما example، لو عندك population من الولفز، وولف البوبيوليشن ده كان 100 individual، كان عندي 90 جاينت وولف و10 تايم او سمول. حصل فاير، الجاينتس طلعوا الغابه يصطادوا، كانوا بيضربوا التايني بالجاز، ما طلعش تصطاد معايا، تقعد هنا كلب، حتة عظمة تقع تاكلها، أنا أحمد ربنا أنا سايبك عايش. الغابة ولعت والجاينتس كلهم هنا، البوبيوليشن بقى عامل إزاي؟ رجع واحد بس من الجاينت أو اتنين، تمام؟ فالبوبيوليشن بقى كام؟ بقى 12 انديفيدو، اتنين جاينت و10 more. هنا the population or the allele frequency changed in the population due to a natural selection، لا due to chance، due to chance بالصدفة. عايز اعلم على كلمة chance هنا في كلمة genetic drift، وفي موضوع ال bottleneck effect
ديو تو ان ممكن تحصل ايه؟ ديزاستر، هي اللي تخلي البوبيوليشن يتغير بالصدفه مش بالناتشرال سيلكشن. النوع الثاني اسمه فاوندر افكت از فاوند فاونديشن، يعني ان سمول جروب تطلع من البوبيوليشن بالصدفه برضو، مجموعه تاهت وعملت بوبيوليشن جديد. مش مهم قوي في الامتحان ده، بس بحب الناس تفهموا معايا عادي. ان انا كان عندي بوبيوليشن فيه صفات كتيره، ايه تقريبا كل لون كان واخد فرصه متساويه، يعني الاليل فريكوانسي هنا كان 20% لكل لون، بس هنا الحبه دول تاهوا بالصدفة والبوبيوليشن ماشي خرجوا ما رجعوش، فالمجموعة دي قامت رايحة founded foundation of a new population، فالبوبيوليشن الجديد بقت هي دي الاليل فريكونسي سبيس 50% بلاك 50% يلو. بس خلاص، طب فين الريد وفين اي حاجة تانية؟ ما فيش. طب ده هل ده احسن من ده؟ لا والله، ده بالصدفة founded a new population due to the chance. تمام، قربنا نخلص، انا عارف ان انتوا هبطتوا. يبقى احنا اخر حاجه مهمه قوي عرفناها هنا التايبس اوف ناتشرال سيلكشن، بعد كده عرفنا الشينج ذات هابنز ديو تو تشانس، وغالبا بيقلل الباي دايفرستي لان معظم موضوع التشانس ده بيموت ناس كتير لانها صدفه مش اكتر، ده اسمه جيناتيك جراف. هاردي وينبرج ايكويشن خليها واحنا بنحل عشان ما تطولكوش دلوقتي، وهندخل في الجزئيه دي اخر جزئيه تقريبا. عايز اتكلم معاكم بس في حته السبيسيشن بغض النظر عن المكتوب هنا. يعني بصوا، كل الكونسبت اللي احنا قلناه زمان يا جماعه، ان انت فورميشن اوف نيو سبيشيز او اللي احنا شرحناه هنا ده، قلت لك ايه واحنا بنشرح؟ مجموعة راحت هنا فعاشت لوحدها فتعرضت لظروف وميوتيشنز غير المجموعة دي، فدي بقت مختلفة عن دي او اتطورت. بنتكلم ان انت لو عندك population and becomes a new species، دي مهمة بس بالنسبة لي انك تفهم يعني ايه كلمة speciation. The formation of new species. The formation of new species طب يعني ايه species اصلا؟ What is the meaning of species؟ كلمة species يعني group of individuals that can reproduce and offspring بتاعهم برضو، بكتبها لكم بشكل بسيط يعني reproduce، بيسموها يعني ايه؟ انتربريد يعني هم يخلفوا ولادهم هم كمان يخلفوا، لان الحمار والحصان ديفرنت سبيشيز وبيخلفوا، بس ولادهم الميول او الفرد بيخلفوا. فانت لو جبت 100 حمار 100 حصان، ميل وفيميل هنا 100 ميل دونكي و100 فيميل هورس او العكس، فيخلفوا لك 100 ميول. فعندك على الجزيره دي 100 هورس ميل و100 دونكي فيميل و100 ميول، وكمان 20 سنه الجزيره دي هتبقى فاضيه. ليه؟ خلاص ما فيش حد تاني هيخلف من حد، لان كل الميولز اللي بيخلفوها انفرتايل. لو سبيشيز خلفت من سبيشيز تانيه، الاوف سبرينج بتاعهم ما بيخلفش، مش هنكمل في الحدوته دي. تمام؟ على عكس لو عندك ميل هورس وفيميل هورس، عادي ممكن على جزيره كمان 20 سنه تلاقي بقى عندك مزرعه. ليه؟ دي هورس وهورس دي ريبروديوس، بروديوس فيرتايل اوف سبرينج، بيريبروديوس وفيرتايل اوف سبرينج وهكذا. طب
كلمة سبيسيشن ازاي بقى يتخلق؟ لو عندي بوبيليشن يظهر عندي نيو سبيسيس ازاي؟ ازاي يحصل التطور يعني؟ ازاي حاجة جديدة تظهر؟ ازاي بقى؟ احنا قلنا بقى الدي ان ايه اتغير، فالكائن ده يبقى كائن جديد. طب ما عادي يعني، انا لو ظهر عندي انسان وحصل له تغير ودانه بقت اصغر ولا اكبر، مش ده تغير؟ اه ده تشينج بس مش سبيسيشن. امتى اقول ان نيو سبيشيز فورم؟ لما ايه بقى؟ نيو سبيشيز فورم اهي، نيو سبيشيز او ديفرنت سبيشيز كانت ريبروديوس وذ ذا اوريجينال وان، كانت ريبروديوس وذ ذا اوريجينال سبيشيز. وده بيحصل امتى؟ بنقول لما يحصل ايزوليشن، ده بسميه ريبرودكتيف ايزوليشن، ده اسمه ريبرودكتيف ايزوليشن. لما يحصل تشينجز لانديفيدوالز البوبيوليشن، والانديفيدوالز دي خلاص ما تقدرش تعمل ميتنج مع بقيه البوبيوليشن، خلاص ده هيكمل جيناته منعزله تماما عن ده، فبعد 100 سنه دول جيناتهم هتبقى مختلفه تماما عن دول، فدول هيبقوا سبيشيز ودول سبيشيز، عشان لو جم يخلفوا الجينات هنا مختلفه عن دي، فمش هيقدروا، لو الجينات مش متناسقه مش هينفعوا يخلفوا. تمام؟ ده بنسميه ايه؟ الريبرودكتيف ايزوليشن. ده لو two individuals, two populations become reproductively isolated، يعني خلاص they become two different species. طب وده ممكن يحصل ليه؟ simple يعني، لو انا عندي population يا جماعة، ولو في هنا mountain population كان ماشي في جروب مهاجرين، حبة راحوا كده حبة راحوا كده، دول عاشوا في المكان ده ودول عاشوا في المكان ده، due to geographic barrier they are isolated for 100,000 years. دول عايشين هنا ودول عايشين هنا لمدة 100,000 سنة، تغيرات بتحصل هنا وتغيرات بتحصل هنا وتغيرات بتحصل هنا وتغيرات بتحصل هنا، الدي ان ايه اللي هنا ما بقاش زي اللي هنا. لو رجعوا قابلوا بعض they are reproductively isolated، الدي ان ايه هنا بقى مختلف عن الدي ان ايه هنا، فخلاص they became two different species. ده بسميه geographic isolation. Examples تانية، لو الدي ان ايه بتاعهم ما اتغيرش بس دول كانوا مجموعة من البيردز وبيغنوا بيرد ميتنج سونج، وقت الميتنج في أغنية معينة، دول راحوا هنا ودول راحوا هنا وتعلموا أغنية غير اللي اتعلموها دي، لو رجعتهم مع بعض مش هيعرفوا يعملوا ميتنج، الأغنية دي مش بتنفع مع ده والأغنية دي مش بتنفع مع ده، ده اسمه behavioral isolation، في behavior معين missing ف they cannot reproduce، فال behavior isolation هيخلوهم ما يعملوش reproduce، فبرضه هيبقوا reproductively isolated. دول أشهر حالتين في ال isolation، كاتب لك هنا كل ال isolation اللي في رأيي ده بيوصلني لفكرة، لو في two different populations become reproductively isolated فده معناه، أو sorry become any kind of isolation يعني، فهم هيبقوا reproductively isolated وبالتالي هيبقوا new species. اوكي؟ habitat behavioral هو ال behavioral المهم. ال temporal مره جيب في الامتحان، لو عندك مجموعه من الديرز بتعمل reproduction في الوينتر ومجموعه تانيه خلاص لا احنا زهقنا من الوينتر احنا هنعمل reproduction في السمر، فده بيعمل reproduction في وقت غير ده. فلاورز بتبلوم في الصيف وفلاورز بتبلوم في الشتاء، فخلاص البولين بتاع ده عمره ما هيقابل ده فمش هيعملوا ريبرودكشن. فالتمبرال ايزوليشن ديفرنت ريبرودكشن ديو تو ديفرنت ميتنج سيزون. تمام؟ واتفقنا، ثواني بحط الشحن، واتفقنا ان اي ايزوليشن هيوصلني في الاخر لايه؟ لريبرودكتيف ايزوليشن، لما يبقى تو جروبس كان نوت ريبروديوس، ده كده ايه؟ ده خلاص نيو سبيشيز ووز فورم. واخر حاجه خلاص النهارده بقى، ذا باترنز اوف ايفولوشن
ازاي الكائنات ممكن تتطور عبر الزمن. انا هرسمهم لك وتفهمهم معايا ايه الايفولوشن اللي ممكن يحصل. خدنا منهم اتنين هم دول اللي جم في الامتحان اكتر حاجه، قصص، والقصص دي كل قصه وليها اسم. لو عندي population وحصل ايه؟ evolved into two different species، ده اللي انا لسه قايل عليه. لو مجموعه وانفصلت geographically او اي حاجه same ancestor بيبقى، لو ده ايه بقى عندي ايه؟ A و B. ده ايه بقى؟ ده اسمه divergent evolution بتاع الهومولوجس ستراكشر اللي انا قلت عليه في اول السيشن، divergent evolution. النوع الثاني لو عندي two different species that become similar، طبعا اتفقنا هنا ان الايفيدنس على الدايفرجنت ايفولوشن هومولوجس structure. طب لو two different species A و B different زي الفيش والمم، لسه برضو A و B بس similar اللي هو دولفين وشارك، ده اسمه ايه الايفولوشن ده؟ Convergent Evolution. والايفيدنس عليه اللي خدناه برضه في اول السيشن الانالوجس Structure. ثالث نوع واهم نوع، مش اهم يعني ولا حاجه بس مهم برضه موجود في الدنيا، سنجل سبيشيز. ثانية واحدة becomes many different species. كان عندي A ظهر منها B و C و D و E و اتغيرت بقت حاجات كتير قوي، وده حصل في الجالاباجوس فينشز. عشان لو قابلك الاكزامبل في الامتحان كان في مكان اسمه جالاباجوس ايلاند فينش، مجموعة من الطيور كان اسمها الفانشز، كانت بوبيوليشن واحد في البداية وبعدين بقى في منها أنواع كتير في الدنيا. فسنجل سبيشيز بيكيم ميني ديفرنت سبيشيز، ده بسميه ادابتيف راديشن. تحس إن الموضوع شبه الإشعاع، سبيشيز طلعت في كل حتة. شايف كل دول أشكال مختلفة كانوا في الأصل حاجة واحدة، فده بنسميه adaptive radiation. البارالل ايفولوشن بقى والكو ايفولوشن مش اكتف بصراحه، فمش هقول لكم عنه. ده اسمه adaptive radiation. الله اكبر، بقى كويس اللي صلينا المغرب. تمام؟ This is it يعني بشكل كبير. في حاجات في الهوم ورك يعني عشان ما ادخلكوش الامور في بعضها، ففي اسئله هتقف معاك في الهوم ورك. ضروري الهوم ورك بتاع الشابتر ده يتحل النهارده يا جماعه، عشان المره الجايه ان شاء الله هناخد امتحان على شابتر 1 to 7، وهشرح معاكم بقيه السيشن. يعني الامتحان هيبقى ساعه، وبقيه السيشن هشرح معاكم الويكنس بوينتس اللي في الهوم ورك، عشان مش مفروض انها تتشرح النهارده عشان ما يحصلش ايه كونفليكت ما بين الافكار والدنيا تدوس. فخليها some points will be shown to you as questions افضل، وان انتم تفكروا فيها وان احنا نشرحها مع بعض. تمام؟